فيكم أصدقائي بداية أسبوع جديد، تحديات جديدة وكمان مفاجآت جديدة وهدايا جديدة. لهيك لازم أذكركم كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم بالتواصل معنا على الرقم الموجود قدامكم. أصدقائي هديتنا لهذا الأسبوع هو تليفون هواوي Y6 برايم 2019. أكيد الهدية كتير حلو، بتستاهل منكم تكتبوا اتصالاتكم وتشاركونا. رح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو علم مخصص لمعرفة أوزان الشعر العربي الموافق لأشعار العرب، يعتبر ميزان الشعر، ويرجع الفضل في إنشائه إلى العالم الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، والذي كان إماماً في علوم العربية، وقام بحصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها 15 بحراً. ماذا يسمى علم أوزان الشعر العربي؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا، بيقول هو علم مخصص لمعرفة أوزان الشعر العربي الموافق لأشعار العرب، يعتبر ميزان الشعر، ويرجع الفضل في إنشائه إلى العالم الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، والذي كان إماماً في علوم العربي في العلوم العربية، وقام بحصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها 15 بحراً. ماذا يسمى علم أوزان الشعر العربي؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، وهيك كثفوا اتصالاتكم وفكروا وحاولوا تذكروا إذا مرقت معكم هاي المعلومة من قبل مثلاً بالمدرسة، أو سمعتوا حداً عم يحكي عن هذا الموضوع. إذا ما كنتوا عارفين أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم، وبتقدروا كمان تسألوا جوجل، خليني أشوف إذا أنتوا كيف معلوماتكم مثلاً قوية باللغة العربية أو مو كتير، وخبروني كمان كيف وضعكم مع الشعر. رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سارة. سارة أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني سارة، ماذا يسمى علم أوزان الشعر العربي؟ علم العروض. عروض ولا عروض؟ العروض. عروض. هي العروض. طيب في حدا رح يشارك؟ شلة. يلا أوكي. ألو موزة؟ هيه. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني موزة شو جوابك؟ العروض. شكرا موزة. مين كمان؟ ألو. عذيبة؟ أيوه. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ علم العروض. أنت ساعدتيهم؟ أكيد. أوكي شكرا لك عذيبة. ألو ألو. آمنة. آمنة أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. خبريني آمنة كيف كان الويكند معك، حلو ولا مليتي؟ لا مليت، واشتقت حق المدرسة وشوي يعني تونس. بعدنا بأول يوم إجازة، اشتقتي للمدرسة؟ ايه. واو آمنة مجتهدة. طيب خبريني عرفتي الجواب؟ علم العروض. أكيد أكيد. شكرا إلك آمنة. مين كمان؟ ألو. سيف. سعيد. سعيد كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني سعيد شو الجواب؟ علم العروض. أكيد أكيد. شكرا لك سعيد. مين كمان؟ أنا. سيف. أنا. سيف. سيف أهلا سيف، خبرني كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. قلي سيف شو الجواب؟ علم العروض. شكرا لك يا صديقي. باقي حدا؟ لا أحمد. أوكي. ألو. أهلا أحمد، كيفك؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا تمام الحمد لله. خبرني أحمد شو الجواب؟ علم العروض. شكرا لكم يا أصدقائي. وريمبو كتير بحبكم، قدرت أخذ كل إجاباتكم علم العروض، وأنا بحبكم كتير كتير كتير. شكرا لمشاركاتكم. لسه معنا شوية وقت، بتقدروا أصدقائي خلال هذه الوقت تتصلوا فينا وتشاركونا اتصال جديد ونقول ألو. ألو. ألو مين معي؟ أفنان. أهلا وسهلا أفنان، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. عطلتوا بالمدرسة ولا لسه عم تداوموا؟ بتوقع مو كل المدارس عطلت صح؟ لسه عم تداوم. امتحانات ولا بس هيك دوام؟ بس دوام، بس احنا عنا هذا الأسبوع امتحانين، وبعدين الأسبوع الجاي إجازة صح؟ هذا آخر أسبوع. أوكي طيب، عرفتي الجواب؟ شو؟ علم العروض. حدا ساعدك ولا أنت بتعرفي؟ ماما ساعدتني. الله يخلي لك الماما، شكرا لك افنان. في حدا رح يشارك؟ بيان وليان. اوكي. الو. اهلا بيان، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟
علم العروض. أكيد صح. مليون أكيد. مليون شكرا إلك بيان. يلا ليان. ألو. كيفك ليان؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ العروض. أكيد صح. أكيد. شكراً لكم أفنان بيان وليان، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. علم العروض يعني الشلة، وأفنان وبيان وليان شاركونا وكانت إجاباتهم وحدة علم العروض. يا ترى يا أصدقائي هالجواب صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت. أما هلأ كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتشاركوني. اتصال جديد منقول ألو. ألو. أهلاً حليمة، كيفك؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا الحمد لله تمام. خبريني كيف كان ويكند؟ الحمد لله. حلو؟ حلو. الحمد لله. طيب حليمة شو الجواب؟ علم العروض. في حدا ساعدك ولا لا؟ لا، من المدرسة أخذته. طب بتحبي الشعر ولا مو كتير؟ لا مو كتير. أوكي شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ أوكي. أهلا فاطمة، كيفك؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله تمام. أنت بتحبي الشعر كمان ولا مو كتير مثل حليمة؟ أكيد. أكيد؟ العربي. حلو. طبعا حلو. شكرا لك حليمة. خبريني شو جوابك؟ العروض. شكرا لمشاركاتكم حليمة وفاطمة. انا قلت لك حليمة فاطمة. شكرا لكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ باقي معنا شوية وقت، هيك خلال هذا الوقت اتصلوا بسرعة 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 وخبروني شو اجاباتكم. خبروني كمان اذا بتحبوا الشعر او لا، حدا ساعدكم او لا. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ يلا يا أصدقائي. أتوقع وصلنا لنهاية الوقت، بدأ العد التنازلي. أصدقائي وحليمة وفاطمة كانوا آخر المشتركات معنا. 3 2، انتهى الوقت للأسف. سؤالنا كان بيقول ماذا يسمى علم أوزان الشعر العربي، والجواب أكيد صح، علم العروض. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، إجاباتكم كانت صحيحة. ورح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول هو مخترع برنامج سناب شات. ولد في عام 1990 في لوس أنجلوس كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. اقترح برنامج سناب شات كمشروع تخرج، ويعد رائد إنترنت أمريكي والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتطبيق برنامج سناب شات. وفي عام 2012 ترك الجامعة ليضع كل تركيزه في برنامج سناب شات. من هو مخترع البرنامج لسناب شات؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي. سؤالنا بيقول هو مخترع برنامج سناب شات، ولد في عام 1990 في لوس أنجلوس كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. اقترح برنامج سناب شات كمشروع تخرج، ويعد رائد إنترنت أمريكي والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتطبيق برنامج سناب شات. وفي عام 2012 ترك الجامعة ليضع كل تركيزه في السناب شات. من هو مخترع هذا البرنامج؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. اهلا حليمه، خبريني شو جوابك؟ ايفان سيغل. اكيد اكيد. انت من النشطين على سناب شات ولا لا؟ ايه. اوكي شكرا لك حليمه. منك فاطمه رح تشارك. اوكي. الو. اهلا فاطمه، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ ايفان. اوكي شكرا لكم حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. اصدقائي فكروا كثير منيح، لسه معكم وقت لحتى تشاركونا. خبروني اذا بتعرفوا مين هو مخترع سناب شات، هالبرنامج اللي كثير من الناس صارت بتقضي عليه وقت كثير من يومها. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. 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 ساره. اهلا اهلا، خبريني شو الجواب؟ ايفان شبيغل. صح. ايفان ديجل. شبيغل. بيجل. بيجل في حرف الشين. شبيغل. اوكي سارة، مين رح يشارك؟ الو. اهلا عذيبة. اهلا، خبريني يا صديقتي شو الجواب. شكرا عذيبة. مين كمان؟ امنة. الو. الو. اهلا امنة، قولي لي شو جوابك؟ ايفان. اوكي امنة، بتحبي السناب ولا لا؟ ايه. ايه؟ ايه. اوكي شكرا لك امنه. مين كمان؟ صار انت اليوم وايد حلوه. شكرا، انت الوايد حلوه. سيف سعيد. مين؟ سعيد. خبرني سعيد شو جوابك؟ سيف. سيف ولا سعيد؟ سيف. سيف. اوكي خبرني سيف شو الجواب؟
إيفان. سعيد بشار. أوكي. سعيد. ملك واحد. شكراً لك. شكراً للي عم يقول لك. خبرني سعيد شو جوابك؟ إيفان. إيفان. شكراً لك سعيد. مين كمان؟ إيفان. بحبكم. مين كمان بقى؟ أحمد وموزة. ألو. موزة قولي لي شو الجواب؟ إيفان صح؟ إيفان. ألو. شكراً موزة. مين معي؟ ألو. أيوة مين معي؟ أحمد. أحمد أهلا وسهلا فيك أحمد. قلي شو جوابك؟ إيفان. طب بتقدر تقلي الاسم كامل أحمد ولا لا؟ أنا صغير. أنت صغير؟ آه أوكي. أحمد صغير ما بيقدر يقلي الاسم كامل. شكراً لكم أصدقائي الشلة وحليم وفاطمة شاركونا وكانت إجاباتهم إيفان شبيغل. يا ترى مين اسم الأصدقاء رح يشاركوا؟ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلاً مين معي؟ جلنار. أهلاً جلنار كيفك؟ نيحة. الحمد لله. خبريني عرفتي شو الجواب؟ نعم. شو؟ إيفان شبيغل. حدا ساعدك ولا انت سمعتي الاجابات واخذتيها؟ لا من جوجل. اوكي شكرا لك جلنار. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقتي بتكوني نجمه الاسبوع. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. معنا اتصال جديد بنقول الو. الو. مرحبا مين معي؟ قصي. اهلا وسهلا قصي كيفك؟ خير الحمد لله. الحمد لله. قصي انت بالمدرسه ولا لا؟ اول. بالصف الأول؟ أيوة. بس هلا إجازة صح؟ ها؟ إجازة؟ أيوة. أوكي. طيب قصي عرفت الجواب ولا لا؟ أيوة. شو؟ إيفان. تقدر تقلي الاسم كامل؟ إيفان شبيغل صح؟ صح. شكراً لك قصي إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقي. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ اتصال جديد ونقول ألو. لا. أفنان. أهلا وسهلا. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ إيفان بيشا إزبيجل. شبيغل صح؟ حد ساعدك؟ ماما ولا جوجل؟ جوجل. أوكي شكراً لك أفنان. مين كمان؟ ماما ساعدتني كمان بالنطق. شكراً للماما الله يخليها. مين كمان؟ وبيان وليان. يلا تمام. ألو. بيان يا بيان قولي لي شو الجواب؟ إيفان شبيغل. أكيد. مليون أكيد. مليون شكراً إلك. مين كمان؟ يلا ليان. ألو. ليان خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ إيفان شبيغل. شبيغل. شكراً لكم صديقاتي. أفنان بيان وليان اتصال جديد ومنقول ألو. مرحبا مين معي؟ رناد سالم. أهلا وسهلا رناد كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ إيفان شبيغل. شبيغل. حدا ساعدك؟ لا. شكراً لك رنات. للأسف ما رح أقدر أخذ الباقي. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي. بدأ العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول من هو مخترع برنامج السناب شات؟ والجواب أكيد صح إيفان شبيغل. ألف مبروك لكل اللي شاركونا أصدقائي. لا تروح بعيد أبداً. ريمبو لسه عنده تحديات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لنكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح تتواصلوا معنا من خلال اتصال على الرقم الموجود قدامكم ليكون عندكم فرصة تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع. رح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق وهاللون بيقول قلعة في إمارة رأس الخيمة على بعد 20 كيلومتر من المدينة، بنيت من الطوب في القرن السادس عشر، تقع على قمة تل مواجهة للخليج وكانت متخصصة في الدفاع عن المنطقة ضد أي هجوم، وتعتبر بمثابة برج عسكري دفاعي يلعب دورا هاما في تاريخ رأس الخيمة. ما هي القلعة الواقعة على بعد 20 كيلومتر من إمارة رأس الخيمة؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة تربحوا معنا هاتف هواوي واي 6 برايم 2019. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 ألو
الو 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 الو. للاسف اصدقائي شكلهم انقطع الخط. اكيد انا ورين بعم نرجع نستنى محاولاتكم. اتصال جديد بنقول الو. الو ايوه حليمه خبريني شو الجواب. قلعه الرباية في الرمل. زيرتيها من قبل ولا لا؟ لا بس ماما ساعدتني. الله يخلي لك اياها يا رب. فاطمه رح تشارك؟ ايه اوكي. الو اهلا فاطمه خبريني شو جوابك. قلعه الرباية. واكيد صح مليون. أكيد مليون. شكرا لكم حليمة وفاطمة إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. قلعة ضايا. يا ترى يا أصدقائي هالجواب صح أو خطأ؟ فكروا كتير منيح. اسألوا جوجل اسألوا الموجودين معكم. وإذا كنتوا مو زايرين هاي القلعة من قبل روحوا بسرعة هيك على جوجل اكتبوا الاسم وشوفوا الصور شوفوا قديش هذا المكان كتير حلو تراثي. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا فكروا كتير منيح. شاركونا حليمة وفاطمة وكانت إجاباتهم قلعة ضايا. أنتوا كمان أصدقائي لسه معكم شوية وقت لحتى تشاركوا. اتصال جديد بنقول الو. قول الو. مرحبا مين معي؟ قلعة ضايا. قلعة ضايا بس مين انت؟ سعيد. اوكي شكرا لك سعيد. في حدا رح يشارك؟ لا انا. امنه ولا ساره؟ انا. ساره اهلا وسهلا من جديد. خبريني ساره شو جوابك؟ ضايا. قلعة ضايا زرتيها ولا لا؟ لا. اوكي شكرا. سارة اهلا عذيبة. اهلا خبريني شو؟ قلعة ضايا. انت ساعدتيهم؟ لا انت حليمة. اوكي شكرا لحليمة وشكرا لكم اصدقائي. مين كمان؟ هالمرة امنة صح؟ صح. اهلا وسهلا امنة من جديد. قولي لي شو الجواب؟ قلعة ضايا. واكيد؟ اكيد. شكرا امنة. مين كمان؟ هنية. اوكي. الو الو. هنية كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ قلعة ضايا. اكيد صح؟ اكيد صح. اوكي شكرا هنية. مين كمان؟ سيف. ايه اهلا سيف. اللي صديقي شو الجواب؟ قلعة ضايا. ضايا ضايا. شكرا سيف. مين كمان؟ موزة. ايه موزة اهلا وسهلا خبريني شو جوابك. ضايا. ضايا شكرا. مين كمان؟ انا. مين معي؟ احمد. احمد اهلا وسهلا اللي شو جوابك. قلعة ضايا. متأكد؟ متأكد. شكرا. ورينبو. ورينبو بحبكم كتير كتير الجائزة. يا رب تربحوا الجائزة. شكرا لكم أصدقائي إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة وإن شاء الله تكونوا من الرابحين. وهيك كلكم كلكم نجوم الأسبوع. تجوا كلكم هيك لهون على الاستوديو. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. جلنار أهلا وسهلا من جديد. خبريني عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ قلعة ضايا. حدا ساعدك؟ مين ساعدك؟ لا 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 ما حدا ساعدك؟ لا. برافو عليكي. شكرا لك جولنار ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقتي. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي. ومثل ما خبرتكم اذا مو زايرين هذا المكان اكتبوا اسمه على جوجل وشوفوا الصور شوفوا كمان فيديوهات عن هذا المكان وقرأوا عنه كثير تفاصيل كثير مهم نعرف هي الاماكن نعرف وين موجوده وكمان اذا قدرنا نروح نزورها. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير منيح لسه معنا شويه وقت تقدروا من خلاله بسرعه بسرعه تتصلوا فينا وتخبروا. اتصال جديد بنقول الو. الو مرحبا مين معي؟ مين معي؟ سعود. اهلا وسهلا كيفك؟ الحمد لله. زمان كثير ما اتصلتي فينا وين كنتي؟ شو؟ اهلا وسهلا فيكي صديقتي باي وقت. انا ورينبو دائما عم نستنى مشاركتك. خبريني قدرتي تعرفي شو الجواب؟ قلعة ضايا. اكيد أكيد. شكرا لك يا شوق. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدري تكوني نجمه الاسبوع وتكوني معنا هون بالاستوديو وتشاركينا السحب. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وتذكروا انه هديتنا لهذا الاسبوع هاتف هواوي واي 6 2019 لهيك بيستاهل منكم هيك تفكروا كثير 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 تسالوا الموجودين تدوروا اكثر على المعلومه وتتصلوا فينا وتخبرونا اجاباتكم. يا ترى في حدا من الاصدقاء لسه رح يشاركنا؟ اتصال جديد ونقول الو. الو افنان صح؟ صح. اهلا وسهلا فيك من جديد. قولي لي افنان شو الجواب؟ قلعة ضايا. زرتيها ولا لا؟ لا. في حدا ساعدك؟
جوجل. جوجل، شكرا لجوجل، شكرا لك أفنان. مين لسه؟ بيان وليان. أوكي بسرعة بسرعة بسرعة. بيان خبريني بسرعة شو الجواب؟ لعبت الباية. للأسف ما رح أقدر أخذ ليان لأنه انتهى الوقت. شكراً لمشاركاتكم ليان. أنا ورينبو عم نستنى مشاركتك بالسؤال الجاي. سؤالنا كان بيقول ما هي القلعة الواقعة على بعد 20 كيلومتر من إمارة رأس الخيمة؟ والجواب أكيد صح، قلعة ضايا. ألف مبروك لمشاركاتكم. رح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول. ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول مرض يعرف بالشلل الارتعاشي، وأكثر الأعراض وضوحاً هي الرعاش، تقبض، نقص الحراك وتشوه المشية. قد تحدث مشاكل للتفكير والسلوك أيضاً، كما يصبح الخرف شائعاً في المراحل المتقدمة من المرض. سبب هذا المرض غير معروف. ما هو المرض الذي يعرف بالشلل الارتعاشي؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي واسألوا جوجل. بتوقع كتير رح يساعدكم، رح يخبركم أكثر عن هذا المرض ورح يعرض لكم كمان كتير من المقالات والبحوث تعطيكم معلومات أكثر. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا حليمة، خبريني شو الجواب؟ شلل الرعاشي. هلأ هو يعرف بالشلل الارتعاشي بس له اسم تاني، بتعرفي شو؟ جوجل بسرعة. باركنسون. باركنسون. ايه اكيد؟ اكيد. مساعدة حدا ولا انت هيك تذكرتي؟ دخلت جوجل على السريع. كتير منيح، شكرا حليمة. فاطمة رح تشارك؟ ايه. تمام. اهلا فاطمة، قولي لي شو الجواب؟ باركنسون. اكيد مليون اكيد، اللي هو الشلل الارتعاشي صح؟ ايه. شكرا لكم حليمة وفاطمة. مثل ما سمعتوا حليمة وفاطمة بيقولوا لكم انه اسمه مرض باركنسون. انا ما بعرف ولا ريمبو بيعرف، لهيك انتم فكروا كثير 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 منيح، اسألوا جوجل واسألوا الموجودين معكم. اتصال جديد بنقول الو. الو. الو عذيبة، اهلا وسهلا. اهلا، خبريني شو الجواب؟ باركنسون. باركنسون. من حليمة وفاطمة ولا أنت؟ لا وفاطمة. أوكي شكرا إليك عذيبة. مين كمان؟ سيف. سيف خبرني شو الجواب؟ باركنسون. بحبك كثير. وأنا بحبك كثير كثير. موزة. إيه. أيوة شو جوابك؟ باركنسون. ما أوكي. لا. شكرا موزة. باركنسون. ألو نوار. آمنة. خبريني شو الجواب؟ باركنسون. أكيد. أكيد. شكرا آمنة. مين كمان؟ هنية. قسم بالله. ألو. قسم بالله. مين معي؟ هنية. آمنة. هنية. أوكي هنية. خبريني شو الجواب؟ باركنسون. أكيد. أكيد. شكرا لك هنية. مين كمان؟ ألو. سارة. 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 خبريني يا سارة شو جوابك؟ باركنسون. سارة حد ساعدك؟ حليمة وفاطمة. أوكي شكراً إلك سارة. قولهم شكراً. أوكي شكراً حليمة وفاطمة. مين كمان؟ أنا. سعيد. سعيد أهلا وسهلا من جديد. إلي يا سعيد شو الجواب؟ باركنسون. شكراً سعيد. سيف؟ لا. مين؟ أحمد. أحمد. لا 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 لا. شو؟ أحمد. باركنسون. طيب مين متحمس أكثر أنت ولا سعيد؟ يلا. أحمد. باركنسون. شكراً. مين كمان؟ خلاص؟ خلصت الشلة. شكراً لكم أصدقائي، قدرت أخذ كل إجاباتكم. باركنسون. شاركونا حليمة وفاطمة بالبداية وبعدين شاركونا الشلة. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا مين معي؟ فرح. أهلا وسهلا فرح، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ باركنسون. حدا ساعدك؟ لا. أكيد؟ أكيد. شكرا فرح. في حدا رح يشارك؟ لينا. أوكي. ألو. ألو. أهلا أهلا، كيفك لينا؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ باركنسون. أكيد؟ أكيد. شكرا لينا. حمزة رح يشارك؟ حمزة. يا حمزة. حمزة. ألو. كيفك حمزة؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو جوابك؟ باركنسون. باركنسون صح.
شكرا لكم اصدقائي فرح لينا وحمزه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ بسرعه 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 اصدقائي، روحوا على التليفون واتصلوا فينا وخبرونا شو اجاباتكم. ما هو المرض الذي يعرف بالشلل الارتعاشي؟ اتصال جديد وبنقول الو. الو، اهلا افنان، خبريني. تمام، خبريني افنان شو جوابك؟ مرض ماكستان. حدا ساعدك؟ ايه، حدا ساعدك؟ لا. اوكي شكرا افنان. بيان وليان؟ يلا بيان. الو، اهلا ليان. بيان. ليان. بيان ولا ليان؟ ليان. اوكي اهلا ليان، خبريني شو جوابك؟ باركنسون. باركنسون. شكرا لك ليان. يلا بيان. بيان بيان. ايه، ايوه خبريني شو جوابك؟ باركنسون. شكرا لكم اصدقائي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. افنان وبيان وليان، مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير 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 منيح اصدقائي واستغلوا الوقت واتصلوا فينا. للاسف بدا العد التنازل يا اصدقائي ورح ينتهي الوقت. 4 3 2 انتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هو المرض الذي يعرف بالشلل الارتعاشي؟ وجواب مرض باركنسون. ألف مبروك للي شاركونا. ريمبو لسه عنده سؤال واحد بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لنكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. بدي أذكركم تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم، رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول نوع من الفاكهة تمتلك طعما لذيذا حلوا، وتحتوي على هذه الثمرة على المئات من البذور المائية اللامعة الحمراء أو البيضاء، وفي كل حبة بذرة صلبة أو لينة، حيث يمكن أن تؤكل أو يمكن تناولها كعصير أيضا. ما اسم الفاكهة التي تحتوي على المئات من البذور المائية اللامعة؟ فكروا كثير منيح أصدقائي، فاكهة كثير 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 طيبة، وأنا عارفة إنه كثير منكم تحبوها. مين أول أصدقاء رح يشاركونا؟ خبروني إذا بتحبوا هاي الفاكهة أو لا. شو كمان الفواكه اللي أنتم بتحبوها؟ وشاركوني. نوع من أنواع الفاكهة تمتلك طعما لذيذا حلوا، وتحتوي هذه الثمرة على المئات من البذور المائية اللامعة الحمراء أو البيضاء، في كل حبة بذرة صلبة أو لينة، حيث يمكن أن تؤكل أو يمكن تناوله كعصير. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا، مين معي؟ حبيب. أهلا وسهلا حبيب، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. خبرني حبيب شو جوابك؟ لما. شكرا لك يا صديقي. حبيب كان أول مشاركين معنا لهذا السؤال وقالنا إنه الجواب الرمان. أنتوا شو رأيكم أصدقائي؟ فكروا كتير 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 منيح وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم، خبروني شو الفواكه اللي أنتوا بتحبوها، خبروني كمان إذا الرمان بتحبوا تاكلوه عصير أو بتحبوا تاكلوا الفاكهة. رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو. حليمة، أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ شو؟ الرمان. انت من محبين الرمان ولا بتحبي فاكهه ثانيه؟ ما ايه، مع سويت. مع سويت صح. شكرا لك حليمه. فاطمه رح تشارك؟ ايه. اوكي. الو، اهلا فاطمه، قولي لي شو جوابك؟ الرمان. كمان من محبين الرمان ولا لا؟ هاي. شكرا لكم اصدقائي حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. اتصال جديد ونقول الو. الو الو. الو الو. اوكي الو، وحده، مين معي؟ امنه. امنه، اهلا وسهلا، شو باسمي؟ خبريني شو جوابك؟ الفراوله. الفراوله، متاكده؟ لا. الفراوله فيها حبيبات مائيه؟ ما بتوقع، بعدين الفراوله اصغر بكثير. مين معي؟ سارة. سارة، عرفتي الجواب؟ لا بس ما سمعنا السؤال. ما سمعتي السؤال، اوكي انا رح كرر عليك السؤال. سؤالنا بيقول ما اسم الفاكهة التي تحتوي على المئات من البذور المائية اللامعة؟ الكيوي. اعطيكي شوية وقت تفكري.
لحظة. لا، ما نحن لازم نخلي وقت لباقي الأصدقاء. رح أعطيكم شوي وقت ورجعوا اتصلوا لي. شكرا لكم أصدقائي. يا ترى في اتصال جديد أو لا؟ اتصال جديد ونقول ألو. مين معي؟ رناد سالم. أهلا وسهلا رناد، خبريني إذا تعرفي الجواب. ليه؟ شو؟ الرمان. حدا ساعدك؟ لا. أكيد؟ أكيد. أوكي، في حدا رح يشارك؟ رتاج. أوكي. ألو. أهلا رتاج، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ الرمان. طب تحبي الرمان ولا تحبي نوع تاني من الفواكه؟ أحب الرمان. شكرا لكم رناد وريتاج، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة يا صديقاتي. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وشاركونا إجاباتكم. حليمة وفاطمة، رناد وريتاج كانوا متفقين على الجواب وقالوا لي إنه الجواب الرمان، لكن الشلة هيك شوي كانوا مختلفين. أعطوني الصراحة شي 5 إجابات، أعطوني كيوي وفراولة وإجابات باقي ما سمعتها، بس أنا سمعت إن كان في كتير أنواع فواكه. رح ناخد اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. سارة ولا آمنة؟ سارة. سارة أهلا وسهلا، خبريني عرفتوا الجواب؟ الرمان. أكيد؟ أكيد. مساعدة ولا بدون؟ بدون مساعدة. شكرا سارة. مين كمان؟ ألو. أهلا عذيبة. أهلا. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الرمان. ومتأكدة صح؟ أكيد. شكرا عذيبة. بسرعة 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 بسرعة. مين؟ ألو. مين معي؟ آمنة. آمنة، قولي لي يا آمنة شو الجواب؟ الرمان. ومتأكدة؟ ايه. أوكي. مين كمان؟ مين؟ هنية. هنية أهلا وسهلا من جديد، قولي لي يا هنية شو جوابك؟ الرمان. أوكي، مين كمان؟ ألو ألو. مين؟ سيف. سيف أهلا وسهلا سيف، قولي بكل حماس شو جوابك؟ الرمان. شكرا إلك. مين كمان؟ موزة. تمام. موزة. ألو. أهلا وسهلا، قولي لي شو جوابك؟ رمان. رمان. أكيد؟ أكيد. شكرا موزة. مين كمان؟ أحمد. سيف. يلا سيف شارك. ألو. أحمد والسعيد. أهلا أحمد، قولي يلا شو الجواب؟ رمان. متأكد صح؟ متأكد. شكرا أحمد. يلا مين كمان؟ باقي سعيد. أوكي سعيد. ألو. يا سعيد، قولي شو جوابك؟ الرمان. شكرا سعيد، انا كثير 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 بحبكم. شكرا لمشاركاتكم اصدقائي، انا وريمبو اكيد عم نستنى مشاركاتكم نهار الثلاثاء. اتصال جديد ونقول الو. الو 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 الو. جلنار بسرعه خبريني الجواب. رمان. شكرا لك، انت كنتي اخر الاصدقاء المشاركين معنا لليوم. اصدقائي سؤالنا بيقول ما اسم الفاكهه التي تحتوي على المئات من البذور المائيه اللامعه؟ والجواب الرمان. مبروك لكل اللي شاركونا، للاسف هون بيوصل مشوارنا معكم للنهايه. لا تنسوا تكونوا معنا نهار الثلاثاء. هلا صارت لكم، باي باي.